بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معلش انا اتاخرت عليكم، بس كنت وعدتكم امبارح بمفاجاه حلوه. مفاجاه انا ما برضاش ادخل نفسي فيها يعني، بس عايزين الناس تبقى اي حاجه بنلاقيها فرصه حلوه للناس في اليومين الصعبين دول، فعايزين نوفرها وتبقى موجوده. وكمان دي حاجه من مزايا مبادره المغتربين اللي كنت بكلمك عنها، فميزه حلوه. احنا النهارده عند القبطان، والقبطان شاطر، القبطان مستورد كوري شاطر، شئت ام ابيت، وبيوفر لنا حاجات حلوه وبيجيبوها قبل ميعادها. والنهارده موفرين حاجه لطيفه جدا، هم ما كانوش بيشتغلوا فيها الملك الاول، انتوا عارفين ان العربيات المستعمله اللي بيشتغلوا فيها ذوي الاحتياجات، لكن ما كانوش بيشتغلوا فيها، لكن المبادره خلتهم وفروا عربيات باسعار كويسه ومواصفه كويسه قوي. فوانت داخل كده اخبط لايك واخبط شير، لان الفيديو ده هيأثر على سوق المستعمل، وده كويس قوي. انا النهارده جايب لك هيونداي افانتي، الافانتي النسخه الكوري اللي ملهاش علاقه خالص باللي انت تعرفه. عايز اقول لك ان كل العربيات اللي قدامي دي من موديل 21 لحد 24، وهفتح لك دلوقتي الكاميرا، كلهم 7 اير باجز، وهتشوف بقى كماليات ما شفتهاش في حياتك قبل كده. انت عمرك ما سمعت عن حاجه اسمها مجموعه الاداس، انظمه مساعده السائق كلها، السيستم كامل في عربيه زي دي؟ انت عمرك سمعت في هيونداي الانترا اللي انت تعرفها اللي هي الافانتي النسخه الكوري دي، عمرك سمعت عن كاميرات 360؟ ولا شفت الكيت الان لاين الاوريجينال راكب كامل بالجنط بتاعه، حتى بالكاليبر بتاعه الفرامل؟ انت ما شفتش الكلام ده خالص، تمام؟ هنا بيبيعوا العربيات دي بداية من 1250 حتى 1600 مستعمل، مش زيرو، تمام؟ بمواصفة لا علاقة لها باللي انا بكلمك عليه ده، ولا عدد الايرباجات، ولا الامان اللي يحميك ويحمي اسرتك، ولا اي حاجة من الكلام اللي بقولك عليه ده. العربيات دي نفس المواتير الموجودة في مصر، نسخة التنفس الطبيعي، ولكنها النسخة الكورية بمواصفة وخامة ملهاش علاقة باللي انت تعرفه خالص، والامبيانت لايت وقصص كتيرة قوي. معانا النهارده مصطفى القبطان اهو. ازيك يا مصطفى؟ برحب بالناس. مساء الخير، عاملين ايه؟ كله تمام، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايب لكم حاجه 100 100، واسعار مش موجوده، اوبشن حاله، سعر مش موجود في مصر كلها. وهنشوف النهارده يا جماعه مع بعض افانتا وارد كوريا، عربيه وزنها 1650 كيلو، يعني فرقه يا صديقي 400 كيلو عن العربيه اللي العربيه دي فيها صلب اكتر، يعني فيها صلب واستابيليتي بالنار. حتى المواصفه والوزن العربيه دي فيها صلب اكتر، وغير مجموعه الاداس كامله اللي احنا هنشوفها مع بعض بالمواصفه بتاع العربيه بالجنود. هتفتح لي شيت الباب يا مصطفى، عايز اوري الناس الوزن بس. تعال نشوف وزن العربيه عشان يعرفوا ان الخامه كمان بتختلف، ونسبه الصلب بتختلف في العربيه الكوري دي. اول حاجه هوريها لك، هنا عندك الوزن بتاع العربيه 1575، تمام؟ 1575 كيلو جرام، يعني العربيه المصري بتنزل 1200 1180. هشوف بقى الاستابيليتي والعزم بتاع العربيه والاداء هيبقى عامل ازاي. اداء معاك جبار، العربيه دي برضو فيها ملحوظه يا صديقي، العربيه دي الفتيس بتاعها 8 سرعات غير اللي بينزل هنا، مريح شويه. هو الاختلاف في نسخه الفتيس الثمان سرعات، فهيفرق معانا كتير في الاداء بتاع العربيه على الطريق. والعربيات دي يا جماعه كلها، حتى ال21 الموتور السمارت ستريم الجديد اللي هنا الوكيل نزله في 24، تمام؟ السمارت ستريم اللي هو ال 1.6 تيربو اللي هو ال 201 هورس باور، اوكي؟ بس موجوده معانا، موجوده معانا هنا، الان لاين، الموتور الان لاين. الله اكبر. ماشي، دلوقتي يعني نخش نشوف عربيه زي العربيه الاولانيه دي. دي عربيه فول اوبشن كامل، انسبيريشن المواصفه بتاعتها مكتوب عليها، دي اعلى اوبشن خالص بتنزل، دي موديل 2021 يا جماعه، كل عربيه منهم المواصفه مكتوبه عليها. العداد بتاعها 65000 كيلو، تمام. فتحه سقف، كرسي كهرباء، امبيانت لايت داخلي، 6 ايرباج، درايف مود، كل حاجه، كراسي ميموري، طبعا فيها مجموعه الاداس كامله زي ما قلنا، تدفئه في الستيرنج، الهاند بريك تاتش، فوانيس ال اي دي اماميه وخلفيه. عندك هنا الجنط الكبير بتاع العربيه 17 انش، الفوانيس الاماميه ال اي دي. افتح بقى من جوه وشوف هنا العربيه اهي يا جماعه من جوه، امبيانت لايت، امبيانت لايت كامل، تمام، تبريد وتسخين كراسي، الفرش الجلد، كل العربيات فرش جلد، تكييف خلفي، اوكي، تسخين خلفي، فتحه التكييف الخلفي وتسخين خلفي. انت ما بتشوفش الكلام ده هنا اصلا، مش انت ما بتشوفش الكلام ده هنا، تمام؟ انت ما بتشوفش الكلام ده هنا. اوكي، دي 2021 افانتي اهي، 2021، تمام. ثانيه واحده يا مصطفى، كيلس انتري، كرسي كهرباء، ميموري كراسي،
لين كيب اسيست، ادابتف كروز كنترول، سيلف درايفنج. ايه الشغل الحلو ده؟ كلام كبير، كلام كبير، كلام كبير. مصطفى انا قعدت فاصل معاك ساعة عشان كده اتأخرنا. العربية دي من امبارح احنا بنفاصل. العربية دي اتفقنا يعني كم؟ انت مش بتفاصل ساعة. العربيات دي يا جماعة استلام فوري لأي حد، مبادرة خالصة، مالك أول، استلام فوري، أي حد يشتريها. على المرور على طول هترخص. أنت أول ترخيص، يعني حضرتك هتخش ترخص المرور. تمام. وتستلم على العربية دي بتطلع في السوق بكماليات مالهاش علاقة بدي خالص بحوالي 1300. لا نتفرج بقى العملاء على حتة كده. طب عايز أقول سعر دي بس، عايزين نعرف الناس عشان النهاردة معانا الأسعار الستارت 1180 اللي هي بتنزل بصمه داخليه وخارجيه، الشاشه اللي استخاناته تبريد كراسي 1180 180 العربيه بدون دهانات يا صديقي نهائيا. لا لسه هنتكلم بقى، فاحنا اتفقنا عليها عشان نضمن حقوق الناس. مفيش مشكله. انا طبعا تمام. نشوف مثلا عربيه زي دي عربيه عليها كيت ان لاين. بصوا يا جماعه الكيت ان لاين الكامل اهو جاي من كوريا كده اوريجينال. تمام. الناس ال اي دي جانت سبور بالكاليبرز البرفورمانس بتاعت الان لاين اهي، كيت ان لاين كامل اوريجينال طبعا، بالسبويلر البلت ان بتاع الشنطه الان لاين. دي كام؟ دي موديل كام؟ دي 2021. دي 2021 فتحه سقف فول اوبشن كامله بدون فتحه سقف، كيليس انتري اهو. هندخل برضه نبص عداد العربيه 50000 كيلو. دي 50000 كيلو لين كيب اسيست، امبيانت لايت، ادابتف كروز كنترول، امبيانت لايت، كربون فايبر على العربيه، تبريد وتسخين كراسي. تمام كامله كربون فايبر من جوه زي الان لاين بالظبط، اللي هو الكيت كامل داخلي وخارجي، كمان الدريكسيون ان لاين. تمام فيها اوبشن محترم جدا. اوكي 50000 كيلو دي يا مصطفى. دي عامله 1250. 1250 بالعربيه. العربيه دي 1250 كيت ان لاين كامل، كامله مجموعه الاداس كامله، تبريد وتسخين كراسي، فرش جلد، كيلس انتري، امبيانت لايت، 1250. تمام مصطفى، لو اتغير حاجه في السعر ده يعني ده فيكسد برايس. معانا 11 عربيه، العرض على ال 11 عربيه بارقام الشاسيه. لا انا عايز يتغير، بان لو الزبون اتعشم في 10000 جنيه يبقى نزل يا صديقي. ماشي احنا منزلين، انت بقالك 3 ايام عمالين نروح ونيجي. مش عايزه يتغير بالزياده، بقى لنا ساعه عمالين نقول ننزل نرفع. ماشي. عندي برضو الفئه اللي هي 21 بصمه شاشه 1180، يعني نشوفها مع بعض 1180. تعالى كده نشوفها هنا مع بعض. تمام. دي بقى مثلا حاجه زي كده، العربيه دي فول لودد كامل، كراسي ميموري، كل حاجه، كراسي كهرباء اعلى فئه ناقصه 47000 كيلو. بس دي نازله كراسي ميموري، خش اشوفها بقى وفرج. طيب دي كامله ناقصه السقف، ناقصه هنا صديقي في كورس سنسور امامي، سنسور امامي وخلفي كامله، ال اي دي فونس، عدادات ديجيتال، كراسي كهرباء. ده دي كمان فيها زياده عدادات ديجيتال، هاند بريك تاتش. اوكي هاند بريك تاتش، ده الانفوتينمنت سيستم الجديد اهو، ساوند سيستم. ساوند سيستم تحت، تبريد وتسخين في كل العربيات، ميموري كراسي. تمام. الساوند سيستم الكامل دول اللي اعتقد ال 18 سماعه اللي ما بينزلش مصر هنا، كامله ميموري كراسي، ادابتف كروز كنترول، لين كيب اسيست. هديك سعر هنا خيال. اديني سعر النهارده كده عشان اديني السعر اللي اتفقنا عليه، بس قول لهم المفاجاه. واحد 240 تستلم العربيه دي فوري، ترخص باسمك، فحص كامل على العربيه، معاك ضمان وهنتكلم عليه. لا العربيات دي خالصه حبيبي، ما تنفعش مبادره. العربيات دي خلاص خالصه، ما تنفعش مبادره. 1240 العربيات دي يشتريها اي مواطن جوه مصر عادي، العربيات دي خالصه. العداد 47700 كيلو، وادي السبيسيفيك 7 اير باجز كل العربيات دي يا جماعه. كراسي بقى بتاع، عندك تكييف خلفي، سنسور خلفي، فوانيس ال اي دي هنا كامله اهي، ادي السنسورز الاماميه، حساسات اماميه، شنطه 17 فل لودد بدون الفتح. خش على اللي بعده. ناقصه فتحه دي ان لاين فول اوبشن كامله، دي ان لاين كامله، دي المكنه يا جماعه، كمان الان لاين المكنه دي جباره، ال 201 هورس باور كامله، مش كيت فقط، دي المكنه الكامله، ال 201 هورس باور، انت عمرك ما سمعت الكلام ده يعني. تمام كامله ان لاين اهي، كامله ان لاين اهي، بعتها بالان لاين بكله،
تمام ان لاين 201 هورس باور الموتور التربو جميل فتحه سقف كامله يا حلاوه بلايند سبوت بلايند سبوت كمان لين كيب اسيست الدرايف مودز بتاعه الان لاين اهي يا عيني البرفورمانس درايف مودز بزوار منفصل الفتيس الان لاين تمام فتيس الدبل كلاتش بتاعهم التبريد والتسخين اللين كيب اسيست والدرايف مودز كامله الدريكسيون الان لاين ميموري الكراسي الساوند سيستم ال 24 سماعه بتاع الان لاين الخياطه الحمراء لا ده دي مجرمه دي ده دي انا 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 فرحان عشان بوريك اللي عمرك ما شفته انت تستحق والله انت تستحق افضل 24 العربيه اللي فيها في مرات 360 فيها اوبشن مش موجود دي 2024 طب معلش يا مصطفى الان لاين ماشي قد ايه 50000 كيلو 35000 كيلو يا جماعه 35000 الان لاين 35000 كيلو تمام اه 24 فيها كاميرات 360 العربيه ده زيرو انت عمرك سمعت عن كاميرات 360 في الانترا عدت 300 كيلو ال 24 الفيس ليفت الجديد اهو تمام عمرك سمعت سنسور زمان وخلف خش بقى جوه وانت هتتدلع هتتدلع الناس يلا ميموري الكراسي الكاميرات 360 والنقط العامية في العدادات التبريد والتسخين الاوتو هولد والهاند بريك الكهرباء تدفئة للدريكسيون لين كيب اسيست وادابتف كروز كنترول يا سلام بص الفرش الجلد بص السايد اير باجز بص سبعة اير باجز دي عداد قد ايه يا مصطفى 300 كيلو زيرو 300 كيلو عندنا ثلاث عربيات يا صديقي على فكره 24 زيرو 300 كيلو واحده 2000 كيلو واحده 4000 كيلو زيرو فول كامل مصطفى الناس بتسال ان لاين بكام انا عارف انك انت قلت لي لا ده دي حاله خاصه بس معلش ده المينيمم بتاعه 1450 1450 الان لاين يا جماعه هو احنا اتفقنا على السعر ده جوه تمام بس مصطفى قال لي ارجوك سيبها لي عشان دي لو ايه لو ما انا دي مش عايز ابيعها دلوقتي يعني لو السوق رفع انا هرفع فالان لاين ب 1450 تخيل يا جماعه استارت انت عندك واحد تخيل بتاعه الوكيل الفاضيه ب 1680 جايب لك ان لاين ب 1450 يا جماعه انت تحلم بالكلام ده التويوتا كرولا يا جماعه ب 1670 عندنا 23 واحده 23 بصمه شاشه عدات 700 كيلو يعني زيرو يعتبر زيرو مايلج دي عامله 1280 دي زي دي 100 كيلو عدات 100 كيلو 23 800 كيلو 23 عامله 1280 1280 زيرو شاشه طبعا والسيفت بتاعها شوف العداد لو سمحت يا مصطفى الجنطه ال 17 وبصمه اهو اه فرش جلد ما فيهاش كرسي كهرباء عشان تبقى عارف اي بس ده كويس والموديل كويس والسعر بتاعها رخيص 795 كيلو تكييف ديجيتال الشاشه الكبيره اه الشاشه الكبيره دي ما بتنزلش هنا يا ريس كل اللي بينزل هنا عندك لين كيب اسيست اهو الاي اس بي طبعا اه سايد اير باجز اهي لا بدور على حاجات مهمه تهمني انا اكتر سيفتي فيتشرز ممتاز مليون 280 العربيه دي عارف يعني ايه تشتري عربيه ارخص من الوكيل المواصفه افضل فوري. وامان تسليم فوري بحوالي 500000 جنيه موديل كامل ان لاين يا مصطفى معلش ان لاين 21 21 يا جماعه ماشيه 35000 كيلو ودي 23 اللي ماشيه 700 كيلو دي 23 ده عامله 1280 اوكي عندنا اللي هي البصمه الشاشه ب 1180 بصمه شاشه جنود سبور كامله جنود سبور تكييف ديجيتال 1180 السبع اير باجز طبعا كاملين كل مجموعه السيفت يا باشا والسيفتي والاداس يعني البيزكس فيها الاداس وسبع اير باجز دي 24 في 24 يا جماعه الفيس ليفت فتحة دي فتحة سقف كاملة برضه المواصفة بتاعتها 4400 كيلو فقط 4400 كيلو كاميرات 360 انت عمرك شفت الكلام ده هنا؟ كاميرات في العدادات البلايند سبوت في العدادات كمان انت عارفه زي الاسبورتاج تمام 2024 زيرو اهي اعمل شير بقى اعمل شير لان الكلام ده مهم جدا يا راجل ده قلنا 1180 تستلم عربيه افانتا التقسيط متاح يا مصطفى التقسيط تبع كونتاكت مباشر الشركات التقسيط بتقسط مع الشركات عادي الشركات الدايركت في افيلابيلتي ان انت تقدر تقسط مع الشركات مفيش مشكله تمام
اوعى تورط نفسك لو ما معكش فلوس اصلا، اوعى تورط نفسك، انا نصحتك قبل كده، اوعى تورط نفسك. اللي عايز يشتري مش هيتكرر تاني، لان المجموعه دي اللي موجوده من مميزات المبادره الجباره. شوف المبادره جايبه لك ايه، جايبه لك اوبشن وكماليات وبعض المواتير زي الان لاين 201 هورس باور، طياره، العربيه الطياره اللي بيتحلف فيها في العالم كله يعني الان لاين، تمام، جايبها لك ارخص من نسخه الوكيل التنفس الطبيعي ب 300,000 جنيه ان لاين، عربيه زيرو. ده الموتور السمارت ستريم الجديد اللي بيعزز القدره وبتاع، اللي هم جابوه هنا في 2024. ده الموتور السمارت ستريم، الموتور ده موجود هنا بس جه متاخر. العربيه من جوه زيرو. ده واخد العربيه محترمه الصراحه. ما انا قلت الاسعار كلها يا جماعه، انا ما سبتش عربيه الا بقولت الاسعار، تمام، وحاطط لكم ارقام التليفونات فوق، وعيش حياتك بقى. ما هي العربيات دي داخله مبادره يا سيدي الفاضل، ما احنا قلنا المبادره ما فيهاش حظ، بيع عادي، تمام، العربيات دي داخله مبادره وجاهزه للبيع والتنازل عادي، افهم بقى، ما عشان كده دخلت مبادره. عقد مسجل وتروح ترخص بيه. هتاخد عقد مسجل من صاحبها وتروح ترخص، ما هو القانون لا يمنع، القانون بيسمح لك في المبادره ما فيش تنازل، عايز تسجل، عايز تعمل توكيل، بيع عادي، فالعربيات دي مبادره، تمام، بس مبادره وجايه باسعار منطقيه واسعار محترمه ومواصفه حلوه. فهمت؟ بيديك العقد المسجل حضرتك، انت بتاخد مني. ما هو يا حبيبي العربيات دي تشتريها مباشر من غير مبادره، يا جماعه احنا بنتكلم انجليزي، ابوس ايدك، العربيات دي ليك انت جوه مصر من غير مبادره، العربيات دي مش مبادره، العربيات دي انت لو قاعد في بيتك دلوقتي استاذ محمد المصري اللي عمره ما سافر بره، انزل اشتريها، انا جايبها للي جوه مصر، مش مبادره. وصلت؟ زي ما قلنا خالصه. كل حاجه، العربيات دي للمصريين جوه مصر. يلا عشان تبسط يا حبيبي. لا مش متضايق، انا بشرح لك بس، العربيات دي مش مبادره، انزل اشتريها حالا، تمام. طيب مصطفى، احنا اتفقنا ان هتدي ضمان على الفتيس والموتور 6 شهور، مفيش مشكله، هندي ضمان على الجير بتاع العربيه والمحرك بتاع العربيه 6 شهور، ضمان على فحص السياره معاك من يوم ما تستلم مني 7 ايام، لقيت في العربيه اي قطعه دهان، اي حاجه، اي مسمار محلول، هتجيب العربيه وديك الشرط. طيب يا جماعه، اللي هيقدر يجيب اللي هو عايزه ويفحص هنا يفحص، اللي مش هيقدر في شرط جزائي واسترجاع للعربيه، ومعاك اسبوع تفحص فيه براحتك، تمام، اي حاجه غير اللي اتفقنا على كده، عشان نبقى من بتاع السيلز هيبقى واقف مع حضرتك بيسلمك العربيه من الزبد، عندنا جهاز فحص ديجيتال هيفحص لك العربيه بالجهاز، وانت حضرتك تقدر تفحص العربيه في اي مكان يعجبك، ومعاك اسبوع، لو لقيت اي مشكله تعالى خد الشرط الجزائي اللي انت عايزه، وما تشغلش بالك، ان شاء الله هتطلع من هنا مش هتلاقي اي حاجه في العربيه، تمام، تاني غير هتجيب عربيه جديده. يلا اعمل ارجع بقى، 11 عربيه المتاحين، عشان دول 11 عربيه هم اللي متاحين يا جماعه، عشان ما تقولي عشان ما تقوليش 11 عربيه المتاحين، استلام فوري لاي حد داخل مصر، مفيش تاني بعد كده، خلاص، لان المبادره كل سنه حضرتك طيبين قفلت. انا لان لاين دي مجنناني، ماشي، والشيب الجديد طبعا كاميرات 360 دي ما تسمعش عنها هنا، كفايه ان العربيات دي كلها 7 اير باجز ومجموعه الاداس كامله، انا ما اشوفش عربيه ما فيهاش الاداس، كلها جنود 17، الجنود الكبيره فوانيس جديده، الاي اس بي بقى ما تسالش عليه، يعني طبعا موجود كده كده، الساوند سيستم الكامل ما بيجيش مصر، يعني قصص كتيره قوي موجود. يعني عايز الفل فيه، عايز النص فل فيه، تمام، النص فل دي اللي هي على حاجه هنا بتنزل مصر ما بتنزلش زي لا يا حبيبي، انا مش ضامن حاجه، افحص. طبعا انا شفت العربيات كلها قدامي حالا على الجهاز ما فيهاش، احنا بنقول افحص، ما فيش حاجه اسمها انا ضامن، افحص، واتفقت معاهم يديك اسبوع ليه، افحص، وانت بتشتري اي عربيه افحص، زيرو افحص، من اي حته افحص، تمام، انا قدام عينيك قدام حضرتك بجهاز ديجيتال، وانت خد العربيه معاك 7 ايام، وديها اي مكان يعجب حضرتك تفحص فيه، ان شاء الله هتروح هتقول لي شكرا على السعر وشكرا على الاوبشن. انت عمرك سمعت عن الكلام ده؟ عمرك سمعت عن الكلام ده؟ الاسعار من 1,180 الرخصه بتاع العربيه مش هيبقى هيوليه لحد 1,450. هنا برضه هنقول نقطه جديده للعملاء، الرخصه بتاع العربيه مش هتبقى هيونداي الانترا، هيبقى هيونداي افانتا. كلمه افانتا في الرخصه دي لها ثمن لوحدها، هتبقى راكب الافانتي النسخه الكوري، مش راكب عربيه معاقين ذوي احتياجات او عربيه، انت راكب عربيه حره مكتوب عليها من ورا. العربيات دي يا جماعه كانوا بيجروا يجيبوا لها جواب ويعملوا قصص وبتاع علشان تنزل مصر، لان كله عارف ان الافانتي طبعا تضرب باللي عند ملهاش علاقه. انت لو جيت تكلف النهارده من كوريا شفت العربيه دي هتطلع الكوست بتاعها اغلى من النهارده، من السعر المعروض ده النهارده. يلا احنا عاملين تحطيم، خدها فرصه بقى ومستنيين. حلو الكلام ده يا جماعه، انا سايب لكم الارقام فوق، يا عم اعمل شير، اعمل شير، لان الفيديو ده مهم جدا، انت مش عايز تضغط على سوق المستعمل، اعمل شير وانت بتتفرج، اعمل لايك واعمل شير، اعمل شير اول ما تفكر تتفرج كده، وفيهم بقى عشان يفوق شويه، اللي مش عايز يفوق من الصدمه يفوق شويه،
يا راجل عربيات عمرها ما شافت مصر ولا مواصفة عمرها عتبت عندنا اهي. انت عمرك سمعت عن هيونداي الانتا 201 هورس باور النسخه الان لاين اللي كنت تتفرج عليها في الصور؟ وعندك عربيات 2024 كمان 360 وهكيت الان لاين الكامل والاداس و7 اير باجز وبتاع. اعمل يلا ماشي اتفقنا يلا وعدنا ونفذنا اهو. معاك امانك معاك ضمانك افحص اعمل اللي انت عاوزه. العربيات دي باسعار حلوه والعربيات دي للمصريين جوه مصر. ادينا اهو ولا ناسين اللي بره ولا ناسين اللي جوه والله. بس اول ما بتقع في دينا حاجه اللي ربنا بيقدرنا عليه. تمام يلا سلام عليكم وما تنسوش تدعوا.